انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بس يا دولة بقى بشرب شاي يا عم، خليني بقى اخد مزاجي بقى. تاخد مزاجك من ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت بتتعامل مع الشاي زي الري بالطنقيط على اساس انك هتزرع ولا ايه؟ يا دولة يا حبيبي، مش انت قلت لي انت ليك كوباية شاي واحدة بس طول اليوم يا دولة؟ انا بقى يا عم اكتشفت ان الطريقة دي هي احسن طريقة في شرب الشاي. يعني يا سلام، احسن طريقة؟ ده مين اللي قالك على الطريقة دي؟ الدكتور حتة القهوجي؟ بص يا دولة انا هفهمك يا حبيبي. بص، انا لما بشرب يعني بعوز اسهر بقوم شارب شاي بس بالطنقيط كده، هو ثلاث نقط في بقي بتلاقيني بقى ايه، فريره صحيان ما بنامش خالص. يا هبل يا هبل، ثلاث نقط في بقك؟ يلا لا، لو عايز تسهر حط ثلاث نقط في عينيك. لا يا راجل. ولو عايز بقى عينيك تفهنجل قوي حطها من الفنجان على طول في عينيك، ادلق كده على طول. صح يا دولة، دي كانت تايهة عني. فين دي يا دولة؟ هي دي بس اللي تايهة عنك؟ انت كل حاجة تايهة عنك يا ابني. بس انت يا رمزي غيري خالص، يعني انت ما بتشرب شاي بتعرف تسهر طول الليل مش كده؟ وما بعرفش انام خالص. انا بقى ما بنام، ما بعرفش اشرب شاي خالص. بعد اذنك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. ممكن تجيب لي اله الحنان واليتم عند الفراعنة؟ ياه، للاسف يعني التمثال ده بالذات ما بيتباعش الا مع مامته وباباه. يا سلام، الواد رمزي اتعلم مني حاجة اخيرا. الو يا معلم. يا معلم، انا عمري كلت عليك فلوس يا معلم. انا شيكاتي الوحيدة اللي في السوق اللي ما بتتردش ابدا. ايوه طبعا، واسأل كويس قوي على عادل سعيد احمد الدغري. بعد اذنك، انت اسمك عادل سعيد احمد الدغري؟ ايوه يا سيدي، اسمي عادل سعيد احمد الدغري. خير؟ يعني والدك اسمه سعيد الدغري؟ امال يعني اكون اسمي عادل سعيد الدغري وابويا يبقى اسمه ابراهيم بركات؟ عادي يا دولة، بتحصل. يعني عندك مثلا الاستاذة نجلاء فتحي، الممثلة دي ابوها ما اسموش فتحي، اسمه ايمن. يا سلام، وهي بقى اللي قالت لك على الحكايه دي؟ يا ابني دول نجوم يا ابني، عندهم اسامي شهره، يعني اسامي نجوميه. عندك مثلا لعيب الكوره اللي اسمه دروجبا، انت فاكر ان ابوه اسمه رجبه؟ امال لا، رجبه تانيه خالص. ارجوك، ابوس ايدك، اتوسل اليك، انت اسمك عادل سعيد احمد الدغري؟ والله اسمي عادل سعيد احمد الدغري. اتفضل، وادي البطاقه اهي. الحمد لله الحمد لله. ايه، يا كانت ضايعه منك ولا ايه؟ فكرتني. يلا يا رمزي بالبطاقه بعد اذنك. البطاقه معلش. انا هفهمك، انا اسمي سعد سعيد الدغري. ايوه ماشي، انا مالي؟ مالك ازاي؟ احنا اسمنا زي بعض، يعني ممكن نكون اخوات. يا سلام، وكسبتني بقى في من سيربح مليون ولا ايه؟ ولا ايه الاخوات اللي بيلاقوا بعض في الشوارع دول؟ والدتي الله يرحمها بلغتني قبل ما تموت وانا عندي 3 شهور ان ليا اخ من والدي اللي معرفوش. يا سلام، بص، وانت عندك 3 شهور بلغتك ان عندك اخ؟ طب وايه بلغتك امتى بقى وهي بترضعك؟ ايه بس يعني معقوله؟ يعني كلام مهم زي ده يتقال ساعه اكل؟ انت اللي همك موضوع الاكل، مش همك انه عنده 3 شهور هيفهم ازاي؟ يا غبي يا غبي. وثبت لي الجواب ده، وادي بطاقته اهي، اتفضل. ايه ده، غريبه. ايه غريبة جدا؟ ايه ده، خط والدتك؟ ده وحش قوي. ماما، هو انا يا ماما ليه ما عنديش عمام وولاد عم وبنات عم يلعبوا معايا ويصيفوا معايا؟ معلش يا حبيبتي، اصل جدك سعيد بعد ما جوز تتك انعام بكام سنه كده طهق وما قدرش يكمل، يا دوبك زقط عادل وبعديه سناء وبعدين راح مفوت. وراح مفوت ده، لعلمك، لعلمك الخاص، ماما هي اللي عرفت بابا في عيشته لغايه ما خلته يخرج برا البيت، وهي اللي طالبه الطلاق يا حبيبتي، مش بابا اللي طنش ده. لغايه دلوقتي يا حبيبتي بيبعت لي جوابات ومراسيل عشان ارجع له، وانا اللي مش راضيه. دي بقى نكته بقى بتاعت اخر السنه. لا يا حبيبتي، بقى مرت ايه؟ بقى مرت العشر اتجوزهم من بعد، بكل واحده اجن من التانيه واحش من التانيه، اخرهم منعطف دي. ام عاطف، على العموم انا جبت له الولد والبنت، الدور والباقي عليك انت اللي خلفتك كلها بنات. اسكتي يا ماما، احمدي ربنا ان خلفتها بنات. يا حستي يا حستي، لو خلفتها رجاله كانت جت وقعدت معانا هنا برجالتها. نعمل ايه بقى يا ماما؟ كنا نقعد معاهم في البيت ازاي؟ دي كانوا هيقعدوا على قلبنا يقرفونا. بقى حرام عليكي، عاوز اتفرج على الفيلم،
عارفة يا رانيا ده فيلم يجنن اسمه من أجل أبنائي. اتفرجت؟ آه مش ده الفيلم اللي أحداثه بتدور حول الأطفال اليتامى وتعدد الزوجات، حس إن البطل بيسافر لكل مدينة ويجوز ست ويخلف 15 ولد وبنت؟ ده لا 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 لا، الفيلم اللي أنت تقصديه ده اسمه أولاد في الشوارع. عارفاه ده بطولة حماكي يا حبيبتي اللي هو بيجيب العيال ويخليهم يمشوا في الشوارع عند التاكسيات يشحاتوا. بس يا حبيبتي كان راجل وجاب الواد وجاب البنت، مش خلفته بنات. على العموم انا هقول لعادل على اللي انتوا بتقولوا على ابوه. ده ابو ابني وبنتي. ايوه جه رس على شيشه نظيفه بقى طيفه. مش فاكر يا ابني، اصل انا لفيت كتير، رحت بلاد ونجوع ومحافظات وركبت بحار ومناطيد. مناطيد؟ انت ليه محسسني يعني يا بابا انك انت السندباد الدغري؟ يا ابني انا اسكندريه اتجوزت، بنها اتجوزت، طنطا اتجوزت، اسيوط اتضربت، قصدي اتجوزت، انما الفيوم دي مش فاكر. لا يا بابا، ما انت لازم تفتكر يا بابا. اسمع، انا كنت اعرف واحده في الفيوم، اه صح، بس ده زمان، انما اتجوزتها ولا ما اتجوزتهاش انا مش فاكر. طيب بلاش دي، فاكر اسمها؟ اسمها لا مش فاكر. بلاش اسمها. طب بص كده يا بابا الجواب ده، ركز معايا، الخط ده خطها؟ خط ايه يا ابني؟ انا مش فاكر والله ما فاكر. اما اصل يا بابا ده خط ما يتنسيش، ده تقريبا كاتبه روسي ولا ايه. اسمع يا ابني، انا اطلعني من الموضوع ده خالص، مش عايز منطقي تاخد خبر، ده لو خدت خبر هتبهدلني. طب يا بابا بلاش كل الامارات دي، ايه رايك تشوف الواد اللي اسمه سعد ده، ممكن تحس ناحيته باحساس الابوه مثلا. احساس ايه؟ الابوه. كنت حسيته على الاقل ناحيتك يا ابني. اه على رايك يا بابا، ده انت ربع ساعه قاعد هنا في القهوه بتدور عليا. بابا زي ما قلت لك يا ماما، مش عايز اي حد في البيت هنا يعرف لغايه ما اتاكد بنفسي. معقوله بابا يعمل كده؟ ابوك دون ويطلع منه كل العبر، يعني تتوقع منه اي حاجه. ما قلتيش جديد يا ماما. طب المهم، يعني انت ما كنتيش بتلاحظي مثلا ان هو ليه علاقه بحد في الفيوم؟ ما قالكيش ان هو اتجوز من الفيوم؟ بصراحه هو كان بيسافر الفيوم كتير. حلو قوي، كان بيسافر بقى الفيوم يعمل ايه؟ بيجيب لي فراخ. طيب ما فقستهوش في حاجه؟ لا فقسته، هو انا عبيطه؟ حلو، فقستيه في ايه بقى يا ماما؟ رحت الفيوم وسألت واتقصت. حلو، عرفت ايه؟ عرفت انه كان بيجيب لي الفرخة باتنين جنيه وكان بيحاسبني على 3 جنيه. معقولة يا ماما؟ ايه؟ في ايه يعني؟ الفراخ غليت قوي كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دولة، ايه اللي معاد الواد ده هنا؟ اخوك بقى دولة بقى يورث فيك يعني. يورث فيك؟ خلاص موتني بالحية يا حيوان. وانت بتعمل ايه؟ بتصور ولا ايه؟ بصورك يا اخويا يا حبيبي. يلا. طب مش تقول لي يعني عشان ابتسم، اسرح شعري، اي حاجه. خد يا رمزي صورنا. حاضر، امسك يا دول. هيصورنا مع بعض؟ اه يلا. طيب ما انت كده خنقني، ثانيه واحده بس، انت كده خنقني. عناق الاشقاء. يلا يا رمزي صورنا. يا عم كده هو تخنقني؟ دي اسعد لحظه في حياتي، انا كنت مستني اللحظه دي من زمان. انا دي اسوأ لحظه في حياتي. ما توعى يا عم، خلص يا رمزي. انا زرار. طيب اللي على اليمين، اللي على اليمين. ماشي اهو. اضحك، الصوره تطلع كويسه. اخلص يا عم. هتبقى الفيلم ده يا رمزي، ها، وتروح تحمضه عشان انا عايز اكبر الصور دي وبروزها. ماشي. حاضر فريره. خد تعالى. انت فاهم يعني ايه تحمضه؟ اه طبعا يا دول، انا هديها للراجل، هو هيبيته بقى بره الثلاجه يوم كده ولا يومين، واروح بقى اخدها منه واجي على طول. طب وانت بعقلك يعني النور طبعا يا رمزي، تفتكر حد ممكن ياخد صوره حمضه؟ اخوك بقى يا دول بقى، يعني انا اعمل ايه بقى؟ ما تقولش اخويا. ما يقولش اخوك ليه؟ ها، روح انت يا رمزي. حاضر. ما يقولش اخويا لسبب بسيط جدا، ان انا لغايه دلوقتي لسه ما اتاكدتش يعني. بس انا متاكد، ده احنا حتى لابسين بنطلونات زي بعض. ده تشابه ماركات، مش معنى كده ان احنا اخوات يعني. انت ليه مش موافق اننا نبقى اخوات؟ انا يا سيدي موافق وكل حاجه، بس يعني اديني فرصه افكر بس. انا بفكر اننا نعلن خبر اخويتنا ده في الجرايد. نعلن خبر اخويتنا؟ هنكتب ايه بقى في الجرايد؟ نكتب: تم بحمد الله في احد الفنادق الكبرى اعلان اخويه عادل سعيد وسعد سعيد. والله فكره حلوه. حلوه ايه؟ يلا انت بتستهبل بس بقى، سيبنا الشغل. انا قضيت سنين اليتم والضياع والوحده بدون اسره بدون امل، ولما لقيتك حسيت اني وصلت بر الامان. الحمد لله على السلامه يا سيدي. انا مش ممكن اسيبك. انا بقى اسيبك عشان اتكل على الله واروح لاهلي بقى، لسبب بسيط جدا، ان انا عايز اروح اتغدى معاهم، مع بنتي، مع مراتي، مع امي، مع اختي. معقول ربنا يديني كل ده مره واحده؟
عندك بنت؟ يعني انا عمها. بقول لك ايه، مالكش دعوه بياسمين. واختك يعني اختي. دي مش اشكال، خدها. ارجوك خدني معاك اشوف اسرتي. لا اخدك معايا ايه، الحكايه برضو محتاجه لتمهيد يعني. ابوس ايدك ما تحرمنيش من اهلي. اهلك ايه وزمالك ايه يا ابني؟ حرام عليك يا مفتري، حد يعمل كده في اخوه؟ انا مش ممكن اسمح لك انك تحرمني من الحب والحنان تاني. ابوس ايدك، ابوس ايدك. انت من ساعه ما شفتني وعمال بتقول لي ابوس ايدك ابوس ايدك وعمرك ما بوست. خد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقدم لكم سعد. تيتا، مش ده اخو بابا اللي انت قلتلي عنه؟ يا سلام، خزينة اسرار فعلا يا ماما، بس واضح ان الرقم السري بتاعك ضاع. الله، كونجراتيليشنز يا عادل، طلعلك اخ. ايه طلع لاخ دي؟ وايه كونجراتيليشن دي؟ وانا ناقص ناقص. يعني كده يا عادل لما نبصله بالفرق اللي عالجنب والقميص اللي مقفول ده موديل السبعينات يعدي مش بطال. مش بطال ايه؟ هو متقدم لك. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. الحقيقه يا جماعه انا في خضم سعادتي وسعيد باسرتي الجديده، وعايز اقول لكم اني عشت واعاني من سنين الضياع والوحده. بقول لك ايه، بقول لك يا اخ سعد، الناس دول مش ناقصين نكد كفايه اللي هم فيه. يا حرام سمال عليك يا بطه يا قط الحرام يا عادل، ده شكله يا بيبي احساسه مرهف كده وحساس كده وحواجبينه وعماله تلعب. بيبي ده شكله اكيد عانى من طفوله متكبسه. متكبسه متعلبه، احنا فينا اللي مكفينا، احنا مش ناقصين حد يعني. بس على فكره يا بابا انت احلى من اخوك بكتير. يعني مش بكتير قوي يعني، هو برضو حلو يعني ما شاء الله يعني ربنا خليه يعني. حلو ده ايه؟ انت اللي احلى طالع لامك، لكن هو طالع لامه وهناك فرق. بلا وكسه من تنتون لتنتن يا قلبي لا تحزن. بغض النظر عن الاراء الفرديه والمقارنات انا سعيد باسرتي الجديده. رانيا طب خلنا ايه النهارده؟ مش عايزه اقول لك يا دودو انا ابدعت النهارده، انا النهارده عامله لك اسكالوب بالمشروم باللانجوش، وعامله لك الحلوه بقى رز بلبن بجوز الهند بالاي. اهم ايه ده، انا اتربيت عليه في الفيوم. انت اشري لنفسك بس يا ماما. بس عيب ما ينفعش الحاجات دي ليا انا بس. يمكن لو سمحت انا عايزه الكرتون. كرتون ايه ده يا بنت؟ الكرتون ده تافه وبيخلي الاطفال تفهيم. قال توم وجيري قال في فار بيجري ورا قطه، عشنا وشفنا. طب انا بقى لما يجي بابا هقول له. هتقولي لبابا هتقولي لماما، انا ما بخافش. يلا قومي ذاكري. اذاكر ايه اصلا وانا اصلا خلصت امتحاناتي واخده الاجازه من زمان. ذاكي دروس السنه اللي جايه يا شاطره. يلا. شاطره مين انت يا ابني؟ انت اصلا يا منتخ انت هون قلبص، عمال تحس بالزعق في بنتي ليه بالاسلوب الغوغائي ده اصلا؟ بنت اخويا وشوكه في ظهري لحد ما اجوزها. ايه تجوز مين وتطلع مين؟ يخرب بيتك انت مين اصلا؟ انت اصلا حيلا اخو جوزي واساسا شاكين في نسبك وعروقك الانتمائيه يا منتخ. انا عايز اقول لك احترمي نفسك. احترم نفسي؟ احترم نفسك؟ انت بتضربني بالموزه؟ ايوه احترمي نفسك، انا راجل البيت. انت اصلا ايه الدوشه دي؟ صوتكم وصل للجيران. انا اللي بزعق. ما انا شايفه انك بتزعق، عارفه انك بتزعق. السؤال يا استاذ بتزعق ليه؟ انا راجل البيت وازعق زي ما انا عايز، ولازم اشكم الحريم اللي في البيت دي واحده واحده. اخويا عادل كان تعبان معاكم انتوا السته. ايه ده واحد على ستة ليه؟ ماتش اهلي وزمالك. بقول لك ايه يا ابن الناس، البيت ده كله كوم وكل الستات اللي فيه كوم وانا كوم تاني. اشلفطك يا واد، امرمطك، انيمك على صفيحة زبالة متنية. بقول لك ايه، انا مش عادل. وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ لابساه لي كت. اتكت انت وتنير اتلم في ليلتك السودة دي. بقول لك ايه، اخر مرة بقول لك انا مش زي عادل. يا سلام، وانت الطول تبقى عادل، انت يا اللي بلا اب ولا ام ولا هويه. احترمي نفسك يا وليه، ولا عشان بابا كان بيحب ماما اكتر منك تقومي تنفسني عليا. نفسنه عليك من بدري يا بعيد. طب والله العظيم لا اقول لعادل اول ما يرجع. ها عادل ايه ده اللي بتخوفوني بيه؟ عادل ده ولا حاجه. انا هنا الامر الناهي. ايه يا جماعه في ايه؟ سكو جايب لاخر الشارع، في ايه يا اخوانا؟
عادل اخويا حبيبي، عندك يا اخويا اكيد تعبان من الشغل. يا سلام، فعلا الاخوات بينفعوا. عادل عادل عادل، لازم تشوف لك حل مع الانتوك ده. عادل لازم تشوف لك حل مع الواد ده. عادل انا عايزك في اجتماع مغلق. عادل انا عايزك في كلمه جوه على الانفراد. طيب حاضر حاضر، هشوفه الاول بعدين ابقى اجي اشوفكوا. اتفضل يا سيدي. كلمه ايه اللي انت هتقولها له جوه دي؟ سر ايه اللي بينكم؟ انت حيالله ضيف. يا اخويا يا اهلي يا عزوتي يا كل الناس. انت يا ابني هتغني عليا؟ قول عايز ايه. خلص بصراحه، انا عايزك في موضوع مهم. يا عم اتفضل يا عم، قول يا عم. البيت مش عاجبني. حلو قوي، اتكل على الله امشي. بموت بحب هزارك والله، دمك خفيف والله. ياسمين بنتك محتاجه اعاده تربيه، البنت بتعاملني كاني مش عمها، لازم تحترمني شويه ما تهزقنيش. ايه عملت لك ايه؟ ضربتك على قفاك وانت قاعد؟ ثانيا سناء بتلبس ملابس منفتحه قوي، وانا مرضاش كده على اختي. بص يا سعد، احنا لغايه دلوقتي مش متاكدين يا ابني انت اخونا ولا مش اخونا، وبعدين ما ينفعش تيجي تغير نظام البيت في ليله واحده يعني. وامك بتعاملني معامله مرات اب رسمي. هي مبدئيا ما تعتبرش مرات ابوك، هي تعتبر مطلقه ابوك لو ده كان ابوك اصلا. ورانيا مراتك مالها؟ لازم تطلقها. يا جماعة احنا عندنا النهاردة عضو جديد في البيت، ولازم ناخد فترة على ما نتواءم معاه. احنا عملنا اجتماع وعقدنا مجلس رجالة واتفقنا. انت تخرس خالص. عادي انت مش عارف يا عادي بيقول عليك ايه من وراك. بيقول عليا ايه؟ لا يا بيبي، كلها حاجات بسيطة. بيقول ان انت ملكش لازمة، وان هو ارجل منك، وان هو الحاكم الامر الناهي وراجل البيت. انت قلت كده؟ ها؟ لا ما قلتش، ما حصلش. يعني عادل هو راجل البيت وهو الامر الناهي مش كده؟ لا مش عارف مش عارف. هو ايه اللي مش عارف؟ انت هتستهبل ولا ايه؟ وضع طبيعي طبعا، دي امي ودي مراتي ودي بنتي ودي اختي، فبالتالي انا الامر الناهي هنا في البيت. اشمعنى انت؟ ليه مش انا؟ مش انا ليه حق في الاسره دي زي مالك بالظبط؟ اهدى يا سعد اهدى. مش ههدى، انتوا كلكم بتعاملوني وحش، انا هوريك عادل. يا سعد عيب يا سعد، اهدى يا ابني اهدى. مش ههدى، انا بكرهك. تكرهني ولا اتلم يالا بدل ما تديك بالجزمه؟ مش راضي تقلعني. اديني بالجزمه. طيب انا سايب لك البيت وماشي. ماشي ومستنيك في البازار. ادي النيل، انا ما صدقت خلصت منه، قال لك هيستناني في البازار. عادي الواد ده ما ينفعش يقعد معانا ابدا. انا عارف يا ماما، بس هعمل له ايه يعني؟ منك لله يا بابا، منك لله. لا لا لو حد يفتح لحسن يكون رجع تاني. بالعكس يا ريت يكون رجع تاني عشان يبقى جيل قدره بقى. دول حبيبي. ايه ده؟ هو انت النقنق يا حبيبي؟ ضرب السرير زي اكل الحبيب يا نقنق. بقول لك ايه، عايز ايه يا زفت انت كمان؟ سعد اخوك يا عم. ماله سعد التخين عمل ايه؟ نسي يا دول البتاع اللي بيسافر بيه دون في البازار. الباسبور بتاعه نسيه؟ ايه ده؟ في ايه عادل؟ اسمه سعد سعيد الدغري عويس، واحنا اسم عيلتنا الدغري ابراهيم. الله، يعني ما طلعش اخوك ولا حاجه. يخرب عقله، يعني كل الفتره دي بينصب علينا؟ بينصب علينا طبعا، مش اخويا يا سيدي ولا حاجه. ماشي انا هفرجه. رايح على فين؟ على البازار. ماشي يلا بينا على البازار. دول كنت بقول لك يعني على حاجه كده، هو الفيلم يا عم انا بيته بره التلاجة ولسه ما حمدش ريحته وما طلعتش. يبقى احطه في الفريزر عشان يطلع صور متجمده. يلا عادل. ها ارجع لي بيه حي مش ميت يا عادل، هاتهولي. يعني انت كنت عارف كويس قوي ان انت مش اخويا؟ بصراحه يعني ايوه. بصراحه ايوه ايوه، وانا اللي خلاص كنت بدات فعلا احس انك ابن خالتي زي دول ابن عمي كده بالظبط. ما خلصتش كل حاجه، روح اتكل على الله شوف الفيلم قبل ما يتجمد. يلا. صح يا دول. يلا اتكل على الله. وعملت كده ليه بقى؟ امال يا باشا. بص بقى، انا كنت مزنوق في اسره وما صدقت لقيتها. مزنوق في اسره؟ قول لي، لكن تسرق اسرتي ومين ورايا؟ طب استاذن انا بقى. لا تستاذن ايه، وده كلام برضه يا راجل، مش تسلم الاول على اسرتك. Thank you.